انضم لنا احمد عصام رئيس تحرير الاخبار الكره العالميه في اليوم السابع. احمد اهلا بيك معانا في مصر الجديده، وانا عارفه ان انت دلوقتي واقف امام استاد الجنوب، الاستاد اللي هيبدا فيه بعد لحظات قليله ماتش فرنسا واستراليا. احكي لي الاجواء عندك دلوقتي. معايا؟ سامعني يا احمد؟ أحمد هل تسمعني؟ أنا سامع أهو. أيوه كده. طيب أنا عارفة يا أحمد إنك أنت دلوقتي واقف قدام استاد الجنوب، الاستاد اللي هيبدأ فيه بعد لحظات ماتش استراليا وفرنسا، احكي لي الأجواء عندك. لا، الأجواء هنا هادية النهاردة قدام مباراة فرنسا. كانت المجموعة انطلقت منذ ساعات يعني بمباراة تونس والدنمارك، ومنتخب تونس الحقيقة قدم مباراة كبيرة جدا، لكن الحظ غاب عنه واتعادل سلبيا مع منتخب الدنمارك. رغم أن منتخب تونس كان أفضل، النهاردة المباراة الثانية في المجموعة حامل اللقب منتخب فرنسا، أول مباراة ليه في المجموعة قدام منتخب كبطل أستراليا النسخة اللي اللي فاتت يعني. المفروض منتخب استراليا هو اضعف منتخبات المجموعه، وهنشوف النهارده بقى ابطال العالم هيعملوا ايه. منتخب فرنسا داخل ماتش النهارده بدون نجمه وافضل لاعب في العالم السنه دي كريم بنزيما المتوج بالكره الذهبيه للاصابه، لكن الفريق احنا عارفين طبعا فرنسا تعتبر من اقوى الفرق اللي بتمتلك تشكيلات، مش تشكيله واحده تقدر تلعب بيها في كاس العالم. يعني الناس النهارده مترقبه جدا تشوف منتخب فرنسا هيعمل ايه في اول مباراه، خاصه ان احنا عارفين ان بطل المونديال دايما بيحالفه سوء حظ كبير جدا في كل المونديال اللي بعديه. يعني في اخر كام مونديال بطل العالم بيخرج من مرحله بالظبط، المجموعات، احنا قلنا كده المره اللي فاتت. الخوف النهارده او في المجموعه دي على منتخب فرنسا ان هو يخرج من مجموعه ضعيفه نسبيا فيها تونس فيها الدنمارك فيها استراليا. طيب مباراة السعودية والأرجنتين، احكي لي في الكواليس عندك أجواء المباراة دي كانت عاملة إزاي؟ لا، هو الحقيقه الـ الاشقاء السعوديين بقى، تعالي شوفي في الدوحه عاملين ايه، خلاص بقت جزء من المملكه العربيه السعوديه الدوحه اليومين دول. النهارده احتفالات مستمره لحد دلوقتي، يعني وانا جاي للملعب انا سايبهم بيحتفلوا لسه في الشارع، والجماهير عماله بتحتفل، والناس يعني مش مصدقه فوز تاريخي النهارده على منتخب الارجنتين. لكن رغم الفوز الكبير ورغم الاداء الرجولي من لعيبه منتخب السعوديه خاصه الشوط الثاني والحفاظ على التقدم، لكن الجمهور السعودي كان يعني متواضع جدا وكان واقف على الارض، يعني زي ما بيقولوا ما طارش في السماء وما قالش لا احنا هناخد كاس العالم والحاجات اللي بنشوفها دي. الناس كانوا بيتكلموا بمنتهى التواضع وبيقولوا ان احنا يعني نتمنى نوصل دور 16 او دور الثمانيه وكده يبقى حلو قوي. في ناس كمان قالت لا احنا مش عايزين حاجه من البطوله، خلاص احنا كسبنا الارجنتين. ايوه. طب الناس كانت متوقعه ايه بقى، او هتتوقع ايه، او بتتوقع ايه للمباراه الجايه السعوديه وبولندا يوم السبت؟ احنا شفنا النهارده منتخب بولندا يعني بيقدم اداء متواضع قدام المكسيك، وروبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق ونجم برشلونه بيضيع ضربه جزاء مهمه جدا. طبعا منتخب السعوديه بقى هيتعمل له مليون حساب في المباراتين اللي جايتين، سواء قدام بولندا او قدام المكسيك. اعتقد المباراه هتبقى صعبه، لكن الدفعه المعنويه الكبيره من الفوز النهارده على الارجنتين هيخلي السعوديه خصم صعب جدا لباقي منتخبات المجموعه. يعني أشكرك شكرا جزيلا أحمد عصام رئيس تحرير الكرة العالمية في اليوم السابع، وهنتابع أكيد معاك أكتر وأكتر عن أخبار المونديال. كنت معنا في مصر جديدة من أمام استاد الجنوب، حيث تبدأ بعد لحظات المباراة المرتقبة ما بين فرنسا وأستراليا.